السلام عليكم مشاهدي ومتابعي قناة الولع الفضائية. كما عودتكم قناة الولع الفضائية أن تكون السباقة في نقل الحدث. اليوم راح تكون جولتنا داخل مدينة محررة وهي في سوق النبي إن شاء الله في الساحل الأيسر في الموصل. أبقوا يعني. نعم. الساحل الأيسر فضل الذهبية والحشد الشعبي وأخواننا الجيش رجعت الحياة، تشوف شلون زاهية. فنريد من العالم التعاون أزيد وأزيد حتى نقرض على داعش واللي ساعد داعش، لأن دمروا هذا البلد دحق الحفرة هنا. هذول جو تخريب ولا يمثلون الإسلام، فرقوا الشيعة والسنة واليزيدية والمسيحية وكل الطوائف. العراق كانت شلون الوردة الحلوة، أطياف الموصل كانت مثل الوردة الحلوة بالموصل. ما كان خراب، مرة ما تقدر تمشي، إزارك لحيتك. أنا قتلوا ابني واعتقلوني حتى يشوفوا للمجتمع وللدول كلها داعش يسوي في ديانة. يعني هذا أثر داعش وكلها تعرف. أنا شنو يعني؟ أنا مدير مكتب التحالف الوطني أبناء العراق الغيارة. فدعاني أنا رافضي وأنا سني، تقول دعاني أدعي للتشيع بالموصل. فأخذوا ابني عمره 7 سنين قتلوه بشارع الأمن، قتلوا زهير أبو الأمنية. فنريد من شعب الموصل كلها تتعاون، الشباب، أي واحد داعش يقول هذا داعشي، حتى لا يرجع يقتل الشرطي والجندي ويسبي العالم وياخذ سبايا. لان شاهد تعامل قواتنا الامنيه وياخذ قوات الامنيه، هم اللي انقذونا، هم اللي خلصونا من داعش ودعق الحياه. المره قامت زدت الخمار، وادعي من كل خواتنا العراقيات اني زدتني الخمار، ما ضد داعش، لا عوده داعش ابد بالموصل. واذا نتعاون كنا وما حد يخاف من داعش، اللي عنده غيره وشرف ضد داعش يشتغل ويشوف داعش يبلغ عليه القوات الامنيه، حتى لا يعودون داعش مره ثانيه ويدمرون البلد هذا. هم ترجع ما حد يقدر يطلع باب الحوش، وزارك ولحيتك وثلاث ارباعهم حراميه وساقطين. زين اخاف هم فرقونا كنا، بس ان شاء الله ما يقدرون يفرقونا، نحن كنا اخوه. كلها بفضل جهود القوات الامنيه الذهبيه، فرقه 16، التدخل السريع، وكل اخواننا الجيش، الحشد الشعبي، عصايب اهل الحاق، بدر، كلهم هم اللي خلصونا. الله يخلي بيك. نعم احبتي المشاهدين، كما تلاحظون هذه الحركه طبيعيه في سوق النبي. ان شاء الله عادت الحياه طبيعيه بعد الانتصارات الكبيره التي حققها ابطالنا، ابطال الحشد الشعبي وقواتنا الامنيه من جيش وشرطه وجهاز مكافحه الارهاب. كما تلاحظون اذا الزميل المنتظر السعد ينقل الكاميرا ينقل لكم هذه يعني الحركه بالصوت والصوره ان شاء الله. نحمد ونشكره حتى يرضى على الفرحة هذا، والحمد لله والشكر أنه خلصنا. احنا هم ناجحين من ذاك الجانب، جينا على الجانب يعني هذا، الجانب الأيمن، من الأيمن تحولنا عليه شرحنا. الحمد لله والشكر وفضل الله وفضل الأجهزة الأمنية تحررنا، والحمد لله الخير كثير ما شاء الله، والحياة طبيعية إن شاء الله. الله يسلمك. هلا أخوي، هلا الله يسلمك، الله يحفظك. الحمد لله
والله يا ابا نعمه نعمه من رب العالمين نعمه الحمد لله نحمد الله ونشكره اي والله الله يبارك فيها ان شاء الله ويديهم الصحه والعافيه ونحن نشكرهم كثير كثير نشكرهم الذي انقذونا خلصونا شاهدت يعني من الجانب الايمن شاهدت الحركه يوم في الجانب الايسر بعد ما تم تحريرنا ان شاء الله لا الحمد لله حركه يعني كل شيء زينه الله يبارك فيهم يعني حصار صار علينا منطقة العقيدات كنا احنا العقيدات حرت هسه احنا كنا طلعنا منه الحمد لله بدت العالم اي الحمد لله والشكر نحمده ونشكره يعني الحياة صارت طبيعية الحمد لله وشوي شوي تدريجيا وفضلكم وفضل كل انسان طيب ان شاء الله هذا الأمنية ذاك الجانب ان شاء الله خلاص ما بقى الله يبارك فيها ايام قليلة نشكرهم كثير كثير نشكرهم الله يبارك وفضلكم ان شاء الله انه يعود الايمن ان شاء الله يطلعون بخير وسلامه ان شاء الله الله يبارك فيكم الله ينصركم ان شاء الله ممنون شكرا جزيلا ممنون منكم الله يبارك فيكم نعم احبتي المشاهدين متواصلين وياكم ان شاء الله داخل سوق النبي وهذه الحركه الطبيعيه داخل هذا السوق ابقوا معنا السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. الحمد لله. الحمد لله إن شاء الله. شاهدنا فرحتكم وانتصاراتكم وعودة الحياة الطبيعية داخل سوق النبي وساحل الأيسر والكامل. والله فرحتنا ما توصف. نعم. وإن شاء الله ذاك الجانب تحرير إن شاء الله بإذن الله قريب. إن شاء الله خلاص الجانب الأيمن. إن شاء الله الجانب الأيمن. ونتمنى لكم إن شاء الله الانتصارات العظيمة للقوات الأمنية، للحشد، للشرطة، للجيش، كافة القوات الأمنية. عايشين الساحل الأيسر يعني عندما والله مأساة. ساحل الأيسر مأساة. أنا نازح من ساحل الأيمن فجيت على الأيسر مأساتنا احنا يمنا هنا حاليا الشاهد حاليا والله ما شاء الله الوضع حيل مستقر وضع أمني مستقر ما شاء الله الحركة زينة ونسأل الله سبحانه تعامل القوات الأمنية والمواطنين والله هي قوات الأمنية والله القوات الأمنية تعاملها زين يعني مع المواطنين صراحة يعني الله يبارك لكم إن شاء الله الله يستر الله يرحمه على رأس شاهدت تعامل قواتنا الأمنية اليوم وياكم بعد ما تم تحرير الساحل الأيسر وكذلك بقية المناطق شاهدت تعامل داعش يقول سوف تدخل قواتنا الأمنية وتنهب وتقتل وتسلب وتغتصب شاهدت تعامل اليوم والله ما أجوا إلا أخ لأخوه الأخوة جاءوا مثل ما تقول شلون إحنا كنا بسجن والله فضى علينا وجونا ولقونا بكل طيبة بكل مرحلة معاهم لاحظنا يعني المعركة يعني داخل المعركة يعني والأكل يقسمه ويا العائلة يعني أكل يعني وجبة مالته اللي يجيبوها له يقسمها ويا العائلة والله يا شفنا المواكب ما قصروا والأخوة بالاتحادية ومكافحة الإرهاب وبالحشد وكلهم شلون ملافينها علينا يعني ما بيهم كل قصروا وما بيهم ما يعني ما شو تقول شلون مساجين ولقوا أخوتهم وأهلهم وما بيهم كل قصر إن شاء الله إن شاء الله الله نقول الله سبحانه وتعالى يفرج عن أمة محمد عن الكل تعاونكم ويا قواتنا الامنيه ان شاء الله ما يبقى لا داعش ولا اي يعني شخص يعني يزرع الفتنه والطائفيه لا ان شاء الله ماكو بعد فتنه وطائفيه كلتنا نحن هنا بلد واحد ومثل ما تقول لا فرق بين سنه وشيعه وكلها متصاهرين هذا ما منو سوى طائفه هم منهم سوى طائفيه جانا هذا من خارج الحدود وقاعد هنا قاعد يذبح ويسلخ باخوتنا كلها ذبحت اولاد العالم وشتلت اولاد العالم هذا باسم الدين جانا وهم راهموها وباسم الدين الحمد لله شكرا ان شاء الله ان شاء الله الله يستر عليكم ان شاء الله ان شاء الله شكرا جزيلا عين.
سلام عيني. الف هلا بيك. والله الحمد لله. الحمد لله. شاهد اليوم الحركه، حكينا عن الحركه. والله حركه زينه بسوق النبي الطبيعيه عاديه. نعم. بس هل هاونات السحالين على تجاوزات ما اعرف منين. الامان شلونه؟ الامان يعني تقريبا نص، مو امان كامل. لان هاونات ما اعرف منين سبعه تجاوز. اول البارحه وقعت مدرسه هاي المدرسه بالمتوسطه هاونين وقع. من الايمن يعني؟ ما يفهم منين. ضرب عشوائي؟ اي عشوائي يعني تجينا. طبعا يعني معركه الايمن. هسه شوي الوضع يعني العام شوي تخاف. المهم احسن يعني من قبل. احتياجي احسن الامانه، هسه رجع زين. الاسعار شلونها هذه؟ والله الاسعار حيل زينه. كان احسن من قبل، كان قبل تعرف يفطر فره كامله. هسه حيل زين يعني الاسعار. يعني الف هلا بيك، الف هلا بيك. والله ما شاء الله الحركه رجعتنا في زقبول طبيعيه، وكل نحمد الله ونشكره من فضل رب العالمين. من بعد رب العالمين انتم ان شاء الله يا رب. نحمد الله ونشكره خلصنا من داعش. الله يخليكم. اي والله ورجعت الحياه الطبيعيه مثل قبل، امام فول ما شاء الله. توجه رساله اليوم لاخوانكم المتواجدين، العوائل البقيه المتواجده متحاصره يعني بالساحل الايمن. نعم، اوجه ان شاء الله الله ينصرهم يا رب. نعم. للجيش ورد السريع والشرطه الاتحاديه، وان شاء الله ان شاء الله مساعدة القوات الامنيه ان شاء الله ما بيهم قصره، وان شاء الله اسبوع 10 ايام جانب الايمن كامل كمل ان شاء الله. رحم الله والديك، ممنون منك، شكرا جزيلا. رحم الله والديك. نعم احبتي المشاهدين، كما تلاحظون يعني فرحه العوائل وفرحه الاطفال المتواجده ان شاء الله. اليوم عادت الحياه طبيعيه داخل هذا السوق، وهذا السوق النبي المتواجدين فيه نحن الان. القيام الله يسلمك. اليوم شاهدنا الحركة طبيعية وعودة الحياة. الحمد لله. نوصل بالساحل الأيسر بالكامل. الله يعافيك، الله يرضى عنك. عن هاي الفرحة اليوم. والله فرحة ما تصدق، يعني ما صدقنا نخلص من داعش. نعم. حيل تعدوا علينا وظلمونا. نعم. الله ينصركم إن شاء الله ويحفظكم وينصركم على كل ظالم إن شاء الله. الله يعافيك. شو توجه فينا رسالة اليوم لكل أهلنا المتحاصرين بالساحل الأيمن؟ الله إن شاء الله يفك أسرهم. نعم. وينصرهم الله إن شاء الله، مثل ما خلصنا منهم يخلصهم من داعش. إن شاء الله. الله ينصرهم. يعني شلون تتعامل قواتنا الأمنية وياكم يعني؟ والله كل الزين على راسي. نعم. أنتوا وكل الموجودين الله يحفظكم، الله ينصركم إن شاء الله. الله يبعد عنكم ولاد الحرام، الله يخلصكم إن شاء الله من داعش، ينصركم على أمة محمد. الله يعافيك، الله يرضى عليك، الله يسلمك. ممنونين، الله يعافيك. ان شاء
شاء الله. الله يحفظك، الله يسلمك، الحمد لله، الله يسلمك. يوم شاهدنا الحركة عادت بالساحل الأيسر، نعم، كنت تحكينا عن الفرحة وعن الحركة اللي والله مو بس عادت وإنما رجعت أحسن من قبل. أنت عشوف سوق النبي هذا صار لنا 3 سنين أو 4 سنين هذا السوق تشول انتهى، يعني فارغ ما بي فارغ ما بي أحد. وين هسه خلي يباعون اللي طلعه واللي كذا واللي كذا، خلي يباعون. السوق شلون صار سوق المثنى الكرامة، يعني ما شاء الله سوق عامر وانت ماشي وده تشوف انت. شاهدنا يعني، نعم، كأنه ما ماكل، كل شيء ماكل الحمد لله. الأمان فول، الحمد لله فول، أمان فول، التعامل قوات الأمنية ويعني. قوات الأمنية يعني ايش قد ما تقول التعامل يخبل. اي والله داعش يقول سوف تدخل قواتنا الأمنية وتقتل وتنهب وتسلب الشهادة، يعني اشاعات داعش اخي شيء ما ينوصف ابد. لا تجيب يعني انا انقهر من تجيب طاريهم، لان شغله تعجيزيه، ويعني لا يخطر على بال احد ولا اذن سمعت بما فعلوا. شيء انطوت طويناها قوات امنيه، تعامل حلو، اسلوب حلو. الناس صارت الناس هي تشوف واحد، يعني تشوف واحد لابس عسكري او هذا هي تقول له سلام عليكم بلا ما هو يباوع ويسلم، فهذا الشيء مفرح جدا. اهالينا المتحاصرين يعني في الساحل الايمن، والله احنا اول شيء ندعي لهم، والله بصلاتنا ندعي لهم ليل ونهار ندعي لهم، الله يخلصنا ويخلصهم من داعش ومن سوالف داعش. كم يوم ان شاء الله، صبرا صبرا يا ايمن، ما بقى بي شيء ان شاء الله. نقول لهم صبرا من شويه، اتحملوا ان شاء الله كم يوم ونفرح وياكم، تفرحون ويانا. ونشكر قناتكم الموقره، قناه الولاء، اللي هي فعلا قناه الولاء. اي والله. ونقدم تهاني لقناة الولاء والجيش العراقي والمكافحة الإرهاب والحش، كله شيء على شيء، واحد مكمل للآخر، واحد بدون واحد ما يفيد، واحد مكمل للآخر. ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. الله يستر عليك، الله يسلمك، عينتين على رأس الله يحفظك. يا هلا وسهلا. نعم أحبة المشاهدين، إن شاء الله متواصلين وياكم داخل سوق النبي القيان. وعليكم السلام. هلا مرحبا، كل الهلا مرحبا. الله يخليك. الحمد لله. وكنت تحكي لنا عن فرحه العوائل اليوم وعن عاده حياه طبيعيه. والله رجعت الحمد لله وفضل الله سبحانه وتعالى، الناس مطمئنه ومرتاحه ولله الحمد. الحمد لله وشكرا. اي والله. شهد تعامل قواتنا الامنيه اليوم وياكم؟ والله قوات الامنيه الحمد لله ماكو شيء، اي شيء متعاونين ومتفاهمين مع الناس. شفتكم قبل يعني كان داعش متواجد؟ والله يا اختلفت يعني، حتى اجي اذا ماكو رواتب من الناس مرتاحه نفسيا والحمد لله. والله بقى الامان يعني الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى.
شلونك؟ هلا شو صحتك؟ الله يعافيك الله يسلمك. ان شاء الله. هلا الله الحمد لله خير الله يسلمك. شلونك تتزونين بالسوق وفرحانه؟ والله الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر، شلون الامان؟ الحمد لله الحمد لله امان والدنيا طيبه ما شاء الله. شو تقولين لقواتنا الامنيه اليوم؟ نحن نشكركم. نشكركم على تحرير الموصل والحمد لله والشكر، خلصتونا من دواعش، خلصتونا منهم والحمد لله والشكر. شو تقولين للعوائل اللي متحاصرة يعني تحت سيطرة داعش؟ إن شاء الله ندعي لهم بالخير، الله إن شاء الله حالهم منحنى يتحررون. الله يسلمك، الله يعافيكم بجهودكم وبجهود أبطالنا وبجهود الحمد لله والشكر لله. الله يسلمك، الله يعافيك أبوي، الله يسلمك، الله يعافيك. نعم أحبتي المشاهدين، كما لاحظتوا فرحة العوائل وكل أطفالنا وعوائلنا المتواجدة في الساحل الأيسر في الموصل. إن شاء الله عادت الحياة طبيعية وأمنياتهم أن يتحرر الساحل الأيمن. جهود أبطالنا أبطال القوات الأمنية تعود الحياة طبيعية في الساحل الأيمن وفي كل الموصل إن شاء الله، وترجع الحياة يعني مستقرة، كل عوائلنا تتجول في هذه الأماكن في هذه المتنزهات في هذه الأسواق إن شاء الله. ابقوا يانا، نحن كقناة الولاء الفضائية نقل لكم هذه الحركة وهذه الفرحة بالصوت والصورة. We'll be right back.
زينة. شلون صحتك؟ الحمد لله. شلون امورك؟ شو اسمك؟ سدرة. شنو؟ سدرة. سدرة؟ ايه. فرحانة؟ ايه. ليش فرحانة؟ هيك. الله. الله. يوم شلون يعني الحركة بالسوق؟ زين الحمد لله. زين؟ ايه. والله؟ والله. شو تقولي قواتنا الأمنية؟ أنا أشكرهم وأحبهم. أشكرهم جدا. والله. المشاهدين بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها أبطالنا أبطال الحشد الشعبي وقواتنا الأمنية من جيش وشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب وعادت الحياة طبيعية في الساحل الأيسر، وكذلك يعني لا زالت المعارك مستمرة في الساحل الأيمن حتى وتم تحرير كثير من المناطق إن شاء الله، وسوف يتم تحرير الساحل الأيمن وتعود الحياة في الموصل بالكامل إن شاء الله. إلى هنا انتهت جولتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم أحمد العتابي وفي التصوير مدور السعدي، إلى اللقاء.